هي فترة شديدة الحساسية وبيبقى الكاتب فيها غريب الأطوار فعلا، ومحدش يقدر يستحمله إلا اللي اعتادوا عليه، أهل بيته وأصحابه القريبين بيبقوا عارفينه يعني. ده هو ما بيتعاملش معه، بيستحملها لحد ما تطلع يعني، لأنه هو في الآخر ما بيبقاش عارف اللي جواه ده إيه بالظبط. هو عنده إحساس إن في فكرة حلوة وهتطلع، بس مجرد ما بيبدأ يمسك الورق والقلم والحياة تنزل كده وتظهر للحياة، بياخد شكل المرض ده شكل أشكال تانية بقى، توترات تانية وحاجات تانية. لكن ما فيش وصفة تقول الواحد يتعامل معها إزاي إلا إنه يتقبل هذا الارتباك الداخلي. دايما بلاقي الناس بتقول، أو مش بالناس، كان حد يعني من النقاد قال إنه مسار صنعة الروائي رسمه كالتالي، إنه كتب شعر وفشل، ثم كتب قصة قصيرة وما تحققش فيها، ثم استقر في الرواية. ده مسار الطبيعي لصنعة الروائي. ده وصف صحيح؟ انت مريتش بالمسار؟ لا والله، انا مريت بالحكايه من الاول. انا من الاول بعشق القصه القصيره، وحاسس ان دي احلى حاجه، ودي جت من فكره والدتي يعني، والحكايات. انا طول الوقت مغرم بالحكايات، حاولت في النص اكتب شعر، لكن البدايه كانت القصة. في القصه القصيره. ان الشعر ده عامل زي المزيكا، ده الكتابه البحته. أيوة. يعني مفيش ارقى من كده. لكن يبدا التصنيع من اول القص والحكي، وتبدا منين وتقفل منين وكده، وده اللي استهواني اكتر. حاولت في الشعر، بس كان في مرحله تاليه على الحكايه. انا بدات بالحكايه وما زلت مغرم بيها، وبحاول اوصل فيها الحاجات